الفتاح الطوخي، في ناس كتير منكم سمعت الاسم ده وناس تانية ما تعرفوش. عبد الفتاح الطوخي هو أسطورة من ضمن أساطير السحر والشعوذة، وكان يعتبر من أكبر علماء الفلك في مصر، وهو السبب الرئيسي في إن السيد الحسيني يتعلم السحر بجميع أنواعه. واللي ما يعرفش السيد الحسيني، فالسيد الحسيني ده إحنا اتكلمنا عليه في حلقة مخصوصة على القناة. عبد الفتاح الطوخي من كتر الحاجات اللي كان بيعلمها للسيد الحسيني اتسبب في إن السيد الحسيني في النهاية مات بأبشع موته، وبيقال والله أعلم إن هو مات بسبب إن هو شاف الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا كده ما انصحكش تبحث عن الراجل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اطلاقا، لان هو فعلا بمعنى الكلمة الماضي بتاعه كان اسود. عبد الفتاح الطوخي هو اشهر عالم فلكي في جمهورية مصر العربية، ومؤلف كتب كتيرة جدا بتتكلم عن السحر والدجل والشعوذة، والكتب دي عددها كان وصل لاكتر من 80 كتاب، والتمانين كتاب بيتكلموا عن هدف وحاجة واحدة وبس، وهي انك ازاي تتحكم في الجن والشياطين، وازاي تسخرهم عشان يكونوا تحت امرك، وكمان ازاي تخليهم يتحكموا في البني ادمين او يؤذوهم. ومن اشهر المواقف اللي الناس ما بتنساهاش لعبد الفتاح الطوخي ان هو كان قال لواحد من اهم زعماء الامه في مصر ان هو هيموت بسبب ان في حد هيسمه، لكن الزعيم ده ما صدقوش، وفي الوقت ده امر بسجنه على طول، لانهم في الوقت ده اتهموه بالدجل والسحر والشعوذه. المهم ان بعدها فعلا عبد الفتاح الطوخي حبس في السجن، لحد اما فعلا بعد فترة ومش كبيرة الزعيم اللي هو كان بيقوله ان انت هتموت مسموم ده فعلا مات بالسم. وبعد كام سنة من وفاة الزعيم ده عبد الفتاح الطوخي خرج من السجن، لكن الصادم هنا ان عبد الفتاح الطوخي مات وهو عنده 102 سنة، وحكاية الساحر ده بتبدأ من فترة طويلة جدا. مبدئيا عبد الفتاح كان خريج كلية الازهر، لكنه اساسا كان بيحب علوم الفلك والطاقة والعلوم الروحانية. بعد كده عبد الفتاح الطوخي قدر ان هو ينشئ معهد وسماه باسم معهد الفتوح الفلكي، والمعهد ده اللي كان يشوفه من بره يقول ان هو كان بيدرس فيه علوم الفلك وبس، لكن الحقيقه كانت عكس كده تماما، لان هو في المعهد ده كان بيدرس كل حاجه ليها علاقه بالسحر والدجل والشعوذه، وكان اغلب الطلبه اللي بيروحوا له كانوا عارفين ان هم هيتعلموا الكلام ده، لان طبعا بعدها بفتره اتعرف حكايته، والكتب اللي الراجل ده فضل يالفها على مدار حياته الكاملة كانت بتتكلم عن تسخير الجن والسحر الأسود والسحر الأحمر، وحتى كمان كان بيتكلم فيه عن بعض الأسحار اللي بتتعمل في أفريقيا، وكمان كان بيتكلم في الكتب دي عن أعمال التنجيم وقراءة الكف. ومعظم الكتب اللي هو ألفها تم ترجمتها للغة الإنجليزية، وده بسبب إن هي مليانة بمجموعة كبيرة جدا من الطلاسم والأوامر اللي فعلا ناس كتير جدا كانت جربتها وقالت إن هي فعلا شغالة. وقالوا كمان ان كل الكتب اللي عبد الفتاح الطوخي ألفها ليها نتائج باينة جدا، ومفيش واحد بيقرأها وينفذ اللي فيها الا وبيحصل اللي هو عاوزه. وفي معهد عبد الفتاح الطوخي اتعلم على ايده ناس كتيرة جدا، والناس دي كانت اتشهرت على مستوى مصر والوطن العربي، والشهرة دي كانت على ان هم اشهر سحرة ودجالين، وان هم الناس الوحيدة اللي بيعرفوا يسيطروا على الجن وعلى الشيطان. وطبعا من اشهر الناس اللي اتعلمت على ايد الساحر عبد الفتاح الطوخي هو الساحر اللي اكيد مفيش حد غيره يعرفه، وهو السيد الحسيني، واللي اتكلمنا عليه في حلقه قبل كده موجوده على القناه. والسيد الحسيني الناس عارفه عنه ان هو مات بعد فتره كبيره من فيلم هو كان مشارك فيه، والفيلم ده هو كان قال فيه تعويذه تعتبر من اخطر التعويذات في العالم، وهي اسمها التعويذه البرهانيه او البرهنيه تقريبا، مش فاكر اسمها بالظبط، بس هي حاجه زي كده. المهم ان التعويذه اللي هو قالها دي دخلت كل البيوت المصرية، وكان ليها تأثير باين جدا على كل الناس اللي شافوا الفيلم، وكان اغلب الناس بيقولوا ان تأثير التعويذة دي كان قوي جدا. ومن مؤلفات الساحر ده هو كيفية الرصد الفلك الصحيح، والهدف من الكتاب ده ان هو يعلم الناس اللي بتعمل اعمال او بتحضر اعمال سحرية ان هي تقدر تتحكم في نفس الوقت في الامور الفلكية اللي بتساعد الساحر على تنفيذ سحره، وكمان ان يكون ليه نتائج ايجابية واضحة جدا. ومن اهم الاعمال
الأعمال اللي بيعتمد عليه كتاب كيفية الرصد الفلكي الصحيح هي الأعمال اللي ليها علاقة بكيفية قلب الحبيب أو إزاي إن أنت تسيطر على شخص أو تعمل في شخص حاجة. المهم إن من أكتر الكتب المشهورة للساحر عبد الفتاح الطوخي هو كتاب كيفية جلوس الخلوة، والكتاب ده بيتكلم عن إنك إزاي تعمل أعمال أو تحضر الجن أو الشياطين. وكمان الكتاب ده كان فيه طلاسم أنت ممكن تقولها علشان تقابل أرواح معينة، زي مثلا روح لشخص مات من فترة وانت عاوز تحضر روحه عشان عاوز تتكلم معاه او عاوز تستخدمه في حاجة. المهم ان الكتاب ده اساسا كان بيشرح انك ازاي تقعد قاعدة سليمة عشان تحضر كل ده، وكمان كان مكتوب فيه كل الطلاسم والتعويذات اللي ممكن تساعدك. والساحر ده كان بيقال عنه ان هو كان متميز جدا في السيطرة على ملوك الجن، وكان عنده القدرة ان هو يخلي ملوك الجن ينفذوا له اي حاجة هو عاوزها. لا، وكمان كان بيقدر يوصل لقبائل في الجن، يعني مش الملوك وبس. والساحر عبد الفتاح الطوخي ما اكتفاش بكده وبس، لا ده كمان ذكر جوه الكتب بتاعته دي انك ازاي تعرف تتحكم انت كمان في ملوك الجن وقبائلهم، وازاي تعرف تخليهم يحضروا عشان تتكلم معاهم. والساحر عبد الفتاح الطوخي هو يعتبر من اوائل الناس اللي كانت بتدرس علم الكف، وهو اللي علم اغلب السحرة اللي كانوا موجودين في مصر ازاي يقرأوا الكف، وكان بيعلمهم كل الرموز والتفاصيل اللي موجودة في الكف عشان يقدر يقراه. وعبد الفتاح الطوخي زي ما عمل كتب لكل حاجة، عمل لعلم الكف هو كمان كتاب. وكل الناس اللي قرأت الكتاب ده أكدوا وقالوا ان فعلا بعد ما خلصوا قريته بقوا يقدروا فعلا ان هم يقروا الكف ويعرفوا كل تفاصيله. اما الكتاب الاصعب والاخطر فيهم كلهم واللي الساحر عبد الفتاح الطوخي هو اللي مؤلفه كمان، هو كتاب اسمه شد الانسان لرؤية الجن. والمكتوب في الكتاب ده ان ازاي اي انسان عادي جدا يقدر من خلال قراية الرموز والطلاسم اللي موجودة في الكتاب ده ان هو يشوف الجن بجميع اشكاله، وان هو كمان يتكلم معاهم. وعبد الفتاح الطوخي من ضمن الحاجات اللي هو كان ماهر فيها جدا وهي تفسير وقراية الحروف، وكان بيسمي اللي هو بيعمله ده باسم علم الحروف، وكان بيقدر بكل بساطة ان هو يكون اقوى الاعمال والسحر باستخدام الحروف اللي هو بيتكلم عليها، وكلها طبعا بتكون عبارة عن رموز وحاجات محدش بيفهمها غيره هو واللي متعلمها. وكان عبد الفتاح الطوخي شهرته قوية جدا بين جميع رجال الدولة، وكان الكبير والصغير يعرفه، لدرجة ان كان في ناس بتستعين به في حل مشاكلها وازمتها. المهم ان الطوخي بعد تأمين المعهد بتاعه قرر ان هو يسافر برا مصر، لكن للأسف الشديد بعد ما سافر كانت الكتب بتاعته انتشرت في وسط الشعب المصري، لا وكمان في العالم كله، وفي كتير جدا من السحرة والمشعوذين اتعلموا على ايد الشخص ده، لكنهم كانوا بيشتغلوا وهم مستخبيين عشان محدش يعرفه. وما زال لحد يومنا ده في ناس ما بتتعلمش السحر اللي عن طريق كتب الراجل ده. وفي النهاية اتسمى عبد الفتاح الطوخي بوريس ابليس، وزي ما قلنا في النهاية مات وهو عنده 102 سنة. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا عن الساحر المشهور عبد الفتاح الطوخي. عاوز بس في النهاية اعطيلك ملحوظة وتحذير بسيط، وهي ان انت ما تحاولش تدور عن كتب الراجل ده مهما حصل، لان فعلا في ناس كتير اتأذت بسببها، وفي ناس لحد النهاردة بتعاني بسبب استخدامها ليها. عشان كده حبيت احذرك عشان الفضول ما ياخدكش وتروح تدور عليها. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك عشان تشجعنا على نشر المزيد، وطبعا مش محتاج اقولك تشترك في القناة عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.